الزمالك اللي قدمه في المباريات الماضيه يعني مجمل ال 90 دقيقه، يعني انا ما بتكلمش على عدد فرص ضايعه وما بتكلمش على اخطاء تحكيميه، انا بتكلم على حاله عامه في الفرقه. الطبيعي ان احنا ننزل نأدي احسن من كده، ان احنا نلعب بنفس الاسلوب اللي احنا لعبنا بنلعب بيه في المباراه اللي فاتت، لكن هو ده اللي ما حصلش، وده درس للعيبه ان لو ما نزلتش خدت. ما بتكلمش على نقطه جديه وعدم جديه، بتكلم على تنفيذ اسلوب معين احنا شغالين بيه. لو ما نفذتوش مش هتكسب. عليك ده ازاي في المباراه الجايه؟ عليك فنيا هنتكلم، هنشرح الاخطاء بتاعه مباراه اليوم وليه احنا ما لعبناش بنفس الشكل اللي لعبنا بيه المباريات اللي فاتت. انا في رايي ان سوء ارضيه الملعب او حال ارضيه الملعب اثر بشكل كبير على لعيبه نادي الزمالك، لكن ده مش عذر لينا. لكن في النهايه بهني فرقه الشرطه وكابتن خالد قماش على النقطه اللي خدوها النهارده، وهم يستحقوها. كابتن ميدو، كان يهمك انك تحقق ثلاث نقاط دفعه معنويه قبل مباراه سكور بالانجولي، ما حصلش الهدف ده. شايف المباراه الجايه ازاي امام فريق قوي واكيد هيعمل الف حساب لنادي الزمالك بعد الفوزين اللي حققهم في الادوار التمهيديه لدوري ابطال افريقيا؟ لا، هو هيعمل حساب لنادي الزمالك عشان خاطر اسم نادي الزمالك قبل اي حاجه. مباراه صعبه، احنا زي ما قلت لك احنا هناخد السلبيات بتاع مباراه اليوم وهنحاول نصححها في الثلاث اربع ايام اللي جايين قبل اللقاء القادم. مباراه ليها حسابات تانية، كنا نتمنى ان احنا نكسب النهارده عشان ناخد الفوز ده ونبني عليه للمباراه القادمه، لكن يعني زي ما باكد ان احنا ما نستحقش ان احنا نكسب، لكن ان شاء الله الشكل الجاي هيبقى الماتش الجاي هيبقى الشكل افضل باذن الله.